في الحقيقة يعني بتتوالى العروض الفنية المميزة في مهرجان العالمين الجديدة، خاصة العروض الغنائية الشعبية والتراثية في المهرجان المقام على أجمل بقاع البحر المتوسط. خليني أقول لحضراتكم أن كلنا اتربينا على الثقافة والتراث المصري الأصيل وإحنا كده صغيرين. عروسة الأراجوز كلنا لما بنروح نحضر أي عيد ميلاد بنقعد، يعني من أجمل الفقرات اللي كانت بتحصل هي فقرة الساحر طبعا، وبيبقى الأراجوز كمان. عروض الأراجوز وخيال الظل من الأعمال الفنية اللي بتجذب العديد من الصغار وكمان الكبار. يعني خليني أقول النهاردة وإحنا كبار كده لو شفنا الأراجوز هنقعد وهنتفرج. عشان كده حرص طبعا القائمون على فعاليات مهرجان العالمين ان الاجنده دي تضم يعني عروض للأراجوز وخيال الظل وتكون وفق خريطه المهرجان يوم السبت 3 اغسطس. خلونا نعرف اكتر عن الموضوع ده. معانا عبر الهاتف دلوقتي الاستاذه رانيا فايق المنسق العام لمشاركه وزاره الثقافه في مهرجان العالمين. يا مساء الفل عليكي. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني خليني اقول العروض الأراجوز دي من الحاجات او من التراث المصري الاصيل. كلميني عن ضم الأراجوز وخيال الظل وعروضهم اللي هتنضم او هتقام ضمن فعاليات وزاره الثقافه بالمهرجان. بالفعل احنا يعني وزاره الثقافه بتحرص ان هي تعرف الساده الزوار بالتراث المصري الاصيل. احنا مشاركين بحاجتين للاطفال، اولهم عروض خيال الظل والأراجوز اللي هي زي ما حضرتك تفضلتي هتبقى يوم 3 اغسطس، هتبقى في المسرح الشاطئي في المنطقه الترفيهيه. دي بتبقى موجهه للاطفال وللشباب وللكبار، هي حكايات من التراث الشعبي بفرقه متواجده في وزاره الثقافه، بتيجي بتعمل عروض المسرحيه بتاعتها وبيوروا الولاد ايه هي عروسة الأراجوز وايه ملف الأراجوز. العرض الثاني ليله كبيره برضه موجود معانا في العالمين في نفس المسرح باذن الله الاسبوع اللي بعد. اشمعنى اخترتوا الشخصيتين دول للعروض؟ يعني الأراجوز معروف طبعا انه من التراث زي ما قلنا، اشمعنى اخترتوه عشان تقدموه في العروض معاكم؟ علشان احنا جزء من اهداف وزاره الثقافه الحفاظ على التراث والتواصل عبر الاجيال وعبر الزمن. فاحنا باستمرار احنا عندنا العرض بتاع خالد الأراجوز احنا كل يوم جمعه موجود في بيت التحيني في شارع المعز. فهي العروض دي باستمرار احنا بنحرص على انها تكون متواجده للجماهير. فحاجه زي مهرجان العالمين كان لازم تكون معانا. الأراجوز دايما معروف ان هو بيبقى معاه شخصيات تانية زي الشاويش ومراته وابنه والحاجات دي، هل دي بتبقى موجوده كمان؟ هي عروض في كذا عرض فعلا بيبقوا موجودين وبيتم اختيار عرض او اثنين في كل فقره. فان شاء الله هتبقى مفاجاه واكيد هتبقى القنوات موجوده وضغطي وتنقل للساده المشاهدين. طب كلمينا اكتر عن خيال الظل كمان. خيال الظل برضو بتبقى هي برضو عروض مسرحيه مختلفه، بيبقى ليها بس تكنيك كده معين، بيبقى بالعروسه برضو بس ليها تحريك من ورا من خلف شاشه وفي اضاءه تكنيك معين كده الناس عندنا محترفين فيه، وان شاء الله برضو يبقى يعني يلاقي اعجاب الجمهور باذن الله. ان شاء الله. احنا بنفكر المشاهدين مره ثانيه انه يوم 3 اغسطس حاضرينكم ان شاء الله في المنطقه الترفيهيه. ان شاء الله. بنشكرك يا استاذه طبعا استاذه رانيا فايق المنسق العام لمشاركه وزاره الثقافه في مهرجان العالمين.